الكأس في تونس والاحتفال في قناة النادي الأهلي، وده الحمد لله تقليد عندنا. وأنا بشكر طبعا ضيوفي اللي جم ويعني خصصوا من وقتهم بعد موسم يعني مجهد إن هم يكونوا معنا. بس الحقيقة خلينا أوريكم حاجة على التليفون، معلش يا كابتن ورهاني، عشان أوريكم النادي الأهلي إزاي نادي واحد. مستر أجوستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة رجال، صاحب الخمس كؤوس، الماتادور الأسباني، بعد ما كابتن محمد مصالح حميد وفاز بالبطولة واللاعبين بعت له مسج على التليفون. خلينا نشوف المسج اللي بعتها له بعد البطوله على طول، بعد ما عرف انه خد البطوله. قال له مبروك كابتن ميدو، ده مين اللي بعت الرساله؟ مستر اجوستي. قال مبروك كابتن ميدو، اي ام فيري هابي فور يو اند يور تيم، انا سعيد جدا ليك ولفرقتك. يو ديزيرف تو وين ا شامبيونشيب افتر اول ذا ورك يو بوت توجذر افري داي ديورينج ذا سيزون. يعني انا سعيد جدا انت كسبت بطوله بعد موسم طويل كنا احنا الاثنين بنتمرن ورا بعض في الصاله. بمعنى يعني كنا احنا الاثنين بنشتغل ورا بعض في الصاله، اللي ما يعرفش دايما مواعيد الطايره والباسكت بيجوا ورا بعض، ساعات اليد يعني التلات فرق بيتمرنوا ورا بعض فلازم بيتقابلوا. And nothing better than an African trophy، يعني مفيش افضل من كاس افريقيا. Please extend this congratulation to Abdullah and all the players and the staff. يعني بعد اذنك ابعت الرساله التهنئه دي لعبد الله عبد السلام، طبعا كابتن الفريق لانه عارف البروتوكول وعارف يعني ايه كابتن فريق، وفي نفس الوقت لكل الفريق. دي رساله مستر أجوستي بوش لكابتن ميدو واللاعبين. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هو ده نادي اهلي يونت واحد. كابتن انا عايزك يعني قبل ما نختم اليوم ده تقول. يعني انا طبعا ببارك لفريق الباسكت في الخمس بطولات، عمل موسم تاريخي، والراجل ده بصراحه محترم جدا. احنا بنتمرن صحيح ورا بعض، هو عارف انا بعمل ايه، يعني التعب اللي احنا بنتعبه، وانا عارف كويس هو التعب اللي هو بيتعبه. الحمد لله معايا جهاز فني واداري على اعلى مستوى، بشكرهم كلهم طبعا، بشكر الناس اللي ما جاتش سواء تامر تايجر او محمود جمعه او حسن او ايمن او مكي رشاد الدكتور ابراهيم طبعا اللي بيتعب معايا طول الليل، الكابتن محمود الوزير السكاوتنج، وده على فكره مدربي، يعني هو الواحد مدرب الكابتن فبشكرهم كلهم طبعا على التعب وعلى الموسم الكامل. الحمد لله بهدي طبعا الجمهور، ان كان دي سنه يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا عوضنا خير بالبطوله دي، بطوله كبيره الحمد لله، على ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش مجهود حد، والحمد لله رب العالمين. والف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي. انا بشكركم يا كباتن ودكاتره وعبد الرحمن وكابتن خالد، بس استاذنكم بقى هنقطع التورته. ايوه كده، اتفضلوا يا كباتن، تعالى يا دكتور، انتوا اصحاب الموضوع. انا بس ايه جاي كابتن خالد فين؟ بص بقى عزك قوي كابتن محمد مصالح حميد وكابتن خالد. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، دي يعني هزار وضحك. خلي بالكم انا لسه بقول للدكتور قبل الهواء قبل التورته، قلت له مفيش وزن بقى النهارده خلاص. يعني عبد الرحمن بقى عادي بيحرق، كابتن ميدو مش هتوزنه، كابتن خالد يعني النهارده الدنيا مفتوحه، فريم قالوا فتره بالظبط، فريم قالوا فتره، مفيش مشكله هتيجي على النهارده. بشكركم شكرا جزيلا، دكتور ابراهيم بشكرك، كابتن سامح الدكتور سامح بشكرك، عبد الرحمن بشكرك، كل التوفيق، كابتن ميدو بشكرك شكرا جزيلا. ان شاء الله نفرح بالكوره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يوم 30 ان شاء الله باذن الله، ونكلم بعضينا زي ما تعودنا ان شاء الله، نبارك لبعض كاس الثالثه على التوالي افريقيا باذن الله. اعزائي المشاهدين، ده كان احتفالنا النهارده بفريق كره الطائره. والله انا مش بقول كده عشان هم واقفين معانا، بس الحقيقه دي كانت اكتر بطوله انا سعدت بيها السنه دي، لانه انا حسيت ان الفريق ده ظلم من كتر الظروف السيئه اللي قابلته، من اصابات للوائح، يعني خلينا نقول بعض اللوائح اللي كانت جايه او اتعملت خصيصا اجنست الفريق او ضد الفريق، ولكن مع ذلك ربنا كرمهم وردوا اعتبار الكره الطائره المصريه في قلب تونس، وردوا الاعتبار لمنتخب مصر اللي داخل على بطوله مهمه، وكان المكسب ده هيبقى اكبر هديه لمصر ومنتخبها. اشكركم شكرا جزيلا، والى لقاء اخر باذن الله مع ابطال جداد وبرنامج الأخير.